أتوقع أن العلم يساعدنا أن إحنا ننتقل إلى رؤى مختلفة وجديدة ومستحدثة ومتطورة، بدلا من الطرق التقليدية اللي إحنا بنتحرك بيها. وبالتالي فكل ورقة بحثية هتقدم لنا فكرة جديدة، سواء لها خلفية لاهوتية أو لها مدلول علمي أو تحت علم البيئة. فالحقيقة الجلسة دي كان مقرر أن يرأسها القسيس عيد صلاح، هو راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس وباحث في التراث العربي المسيحي ومهتم بالشأن البيئي. الحقيقة النهاردة يعني الكورونا أو المتحور حرمنا من كثيرين، كان في مجموعة اعتذارات بسبب المرض، نتمنى لهم كل الصحة والسلامة، فاستحملوني للمرة الثانية يعني في الجلسة دي، اسمحوا لي ان انا اقدم ضيف شرف الجلسة الاستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان، الاستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، وهو عالم في مجال علوم البيئة. حقيقة انا يعني خلال الايام القليلة الماضية بصفتي باحث دخلت كده على اليوتيوب، لقيت كم هائل من المحاضرات التوعوية والعلمية اللي بيقدمها لنا الحقيقة الدكتور عبد المسيح. فأدعوكم أنتوا كمان لا تكتفوا بما سيقدم من نبذة بسيطة خلال هذه الجلسة من معلومات توعوية بخصوص المجال البيئي، لكن يعني روحوا كده و دوروا عن موضوعات أخرى كثيرة في هذا المجال هتستفيدوا أنتوا أولادكم وآخرين أيضا. جزيل الشكر لقبول الدعوة دكتور عبد المسيح، وأدعو حضرتك للقاء الكلام. شكرا جزيلا. هو ده شغال؟ شكرا جزيلا لحضراتكم، وحقيقة سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم النهاردة. واللي بيتكلم الآخر بيبقى صعب على الناس انها تسمعه يعني، فيعني ان شاء الله ربنا يستر ونقدم المطلوب. بشكر دكتورة هناء جدا على دعوتي، وبشكر كلية اللاهوت. سعيد جدا بوجود معالي الوزيرة الدكتورة ليلى، الحقيقة يعني 10 سنين طويلة، يعني مبسوط جدا ان انا الاقيها النهارده في هذا المحفل. مش عارف الوقت المتاح لي قد ايه دكتوره، عشان ابقى نص ساعه. خلال نص ساعه هقدم كده يعني باختصار شديد جدا على موضوع الساعه، يمكن اللي قبلي اشاروا اليه، وهو قضيه تغير المناخ. احنا النهارده في تقريبا 2 أو 3 طوبة تقريبا حاجة كده، وما زال الجو دافئ على غير العادة. 3 صح؟ على غير العادة. احنا كنا بنشوف الشتاء، ففيهم بالفعل تغيرات في المناخ. تعالوا نقول كده بسرعة علشان الوقت، هي المشكلة بدأت منين، ونعرف أول حاجة العالم اتجه إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية التنمية. قالك بعد الحروب، بعد الحرب العالمية الثانية، ابتدت الثورة الصناعية، قالوا عايزين نعمل تنمية وخلص، كفاية بقى ايه المشاكل اللي في العالم. اي تنمية عشان تحصل لازم لها مدخلات. اي مصنع بيتبني لازم له مدخلات. ايه مدخلات المصنع او ايه مدخلات التنمية؟ حاجتين: الموارد الطبيعية، ودي بتنقسم الى حاجتين: الطاقة والمواد الخام. عندي طاقة هشغل المصنع، عندي مادة خام هشغل المصنع عشان ينتج المنتج المطلوب. ما عنديش دول مفيش، مش هكمل. وبالتالي الحاجة الثانية، عندي دول يبتدي المصنع يشتغل بتاع التنمية اللي هو ينتج عنه العمليات. كويس، المصنع اشتغل طلع لنا مخرجات، كويس. طيب بعدين طلع لنا المنتج، حطينا قطن طلع قماش، كويس لغاية كده. طيب المنتجات اللي طلعت كلها على مدار السنوات الماضية، هل بالفعل نقلت الناس وحسنت أحوال الناس؟ بالتأكيد
احنا النهارده حققنا هدف التنميه من تحسين احوال الناس. الطيارات والكمبيوترات الدنيا اتغيرت عن 30 50 سنه فات، اتحسننا في حاجات كتيره جدا، وفي المأكل، في المشرب، في اللبس، في الحاجات دي كلها. هي بقى كلمة ولكن دي هي اللي هي اللي هتقلقنا شوية. طيب، مع كل مخرج، مع كل منتج طلع ايه؟ طلع مخلفات. مفيش مصنع بيشتغل، مفيش اي منتج، حتى تعاملاتنا العادية فيها مخلفات. مخلفات زراعة، مخلفات منزل، مخلفات بيت، مخلفات. اذا طلعت المخلفات. طيب، ودينا المخلفات فين باختصار؟ رميناها في عناصر البيئه من هواء وميه وتربه. اللي عامل مصنع هوب المدخنه شغاله، يقول لك الهواء بينظف نفسه، كانه يعني الهواء ده هيطلع السماء. لا، هو طلع الحته، طلع اللي جنبك، هو مش طلع في حته تانية يعني. او الميه جاريه، ميه نظيفه وجاريه، ما هتطلع اللي جنبك، وهكذا وهكذا. التربه ايضا. اذا حدث مشكله بنسميها مشكله التلوث. حلو قوي. طيب، نحن نعيش على عناصر البيئه الاساسيه: هواء، تنفس، ميه، شرب، تربه، غذاء. طيب، لما تعرضنا احنا لدول حدث مشكله ان الانسان تاثرت ايه صحته. سالوا السؤال مهم جدا وبسرعه كده: هل حسننا احوال الناس؟ حسننا؟ سؤال مهم. واضح يبدو ان احنا حسننا من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون في مشاكل كتيره قوي، وفي امراض بنسمع عنها لم تكن موجوده من قبل. طيب، لما تيجي تسال رجل الشارع تقول له البيئه، يقول لك التلوث والبتاع، كان احنا اقتصرنا كلمه البيئه على ايه؟ على التلوث. وطبعا في حاجه سوشيال كده، بس مش عاوز اقولها، يقول لك ده مش عارف ايه كده يعني. طيب، المشكله ايه؟ مش عايزين نقول دكتورة اجتماع يعني، خلي المؤتمر بتاعنا. المشكلة بتاعتنا ايه؟ ليست المشكلة في التلوث بس، انما عندنا مشكلة تانية. هي ايه بقى؟ دايما نبص للايه؟ للتلوث، لكن احنا عندنا مشكلتين اساسيتين. الموارد الطبيعية بتاعتنا بيحصل لها ايه؟ بتقل. بتستخدم موارد، وخصوصا ان في موارد غير متجدده، كل المعادن والبترول والحاج، كل دي يعني موارد مش هتتجدد مره ثانيه. كل المعادن اللي مش شغال عليها مش هتتجدد. يبقى عندي موارد بتقل، وكمان مخلفات بتزيد. هي دي مشكله البيئه. دور يمين دور شمال، انت عندكش غير كده: موارد بتقل ومخلفات بتزيد، خاصه مع احنا داخلين على المليار الكام في العالم؟ 9 مليار، خلص 8 وشوية، داخلين على 9 مليون، مع زيادة الايه؟ عدد السكان. يبقى احنا لخصنا مشكلة البيئة: موارد ومخلفات. كويس. طيب، مين المسؤول؟ مين اللي عمل القصة؟ مين اللي عمل التنمية؟ الناس. ما هو مش اختراع جه كده لوحده. السلوك الانساني هو ايه؟ هو السبب. سلوكنا احنا، تعاملنا مع الموارد، تعاملنا مع المشكلات، عملنا ثوره صناعيه، عملنا رفاهيه، عملنا حاجات كتيره جدا، لكن ده انعكس علينا في الاخر في وجود مشاكل كتيره جدا. طيب، مين يضبط سلوك الناس؟ مين؟ قوانين. فعلا القوانين، اول واحده هي اقولها القوانين. حلو. صار في العالم كثير من القوانين عن حماية البيئة، عندنا طبعا القانون 4/94 واللائحة التنفيذية، وعندنا قوانين كتير والمخلفات ولا. ولكن هل الناس انضبط سلوكهم بالقانون؟ لا. كلكم بتقولوا لا. ليه؟ كثيرون يحترمون القانون في وجود ممثل القانون. العسكري واقف وفي ايده ايه؟ ورقة وقلم. كل الدنيا ايه؟ واقف. اول ما تلاقيش العسكري بورقه وقلم، عدي يا عم. او كاميرا يوم الجمعه الساعه 5 الصبح ببقى في الشارع، كاميرا حمراء وكل واقف، الشارع فاضي. خلي بقى مفيش كاميرا كله. اذا نحن نحترم القانون في وجود ممثل القانون.
طب ايه اللي يعني يحل لنا المشكله غير القانون؟ انا سامع حد بيقول الوعي. الوعي. اتلجأنا بقى الى قضيه اخرى وهي قضيه التربيه. التربيه هي اللي تضبط الناس وجد ام لم يوجد القانون، فانت تحترم كل شيء مش خوفا من العقاب، لا لا، لان ده انت ضميرك ما يسمحش انك تعمل كده، تربيتك ما تعملش كده، انك ترمي الحاجه في الشارع يقول لك ماما حدش شايف. تلاقي الساعه 6 الصبح كده راكن جنب العربيه في الشارع، تلاقي واحد راح جايب لك ايه كيس كده وحطه جنب العربيه وماشي، حد شايفه؟ حد شايفه؟ في كاميرا بقى في الشوارع الجانبيه، ده هي الشارع الرئيسي اللي لقيت يعني. اذا القضيه سلوكيه في المقام الاول، ويمكن احنا بنشوف مترو الانفاق كمثال يعني، ما زال نظيف من جوه لان لسه في شويه ايه غرامه، لو ان البياعين ابتدوا يخشوا تاني والناس ابتدت تخشوا تاني. لكن لو جينا اعلنا ان احنا شلنا القانون من المترو هيحصل ايه؟ يرجع تاني المترو زي ايه؟ زي مترو كوبري الليمون اللي فاكره بتاع زمان. اذا القضيه سلوكيه ليست القانون، القانون ليس القانون مكمل للتربيه، وبالتالي احنا علينا فعلا دور مهم جدا وهو عمليه التربيه، كيف نربي، لدرجه ان طلع مصطلح بيسموه environmental ethics، اخلاقيات البيئه، اخلاقيات الطبيعه. اخلاقيات البيئه انك تحترم كل شيء خلقه ربنا حتى لو لم تكن تتخيل انه له قيمه، انك تحترمه. ربنا لما خلق كل الكائنات الحيه، كل كائن حي بيفيد كائن حي اخر. تيجي تقول مش عارف ايه اللي ماشي في الشارع ده فايدته ايه؟ هو له فايده، انت ما انتش عارف فايدته، بس هو له فايده طالما ربنا ايه، ربنا خلقه. تقول لي طب الذبابه فايدتها ايه؟ لا فايده اكيد يعني، لا فايده ان احنا بنموتها، ما دي فايدتها يعني ولا ايه؟ لا فايده. عاوز اقول بس قصه كده لطيفه يعني، احد المقاطعات في الصين لقوا كميه ذباب كبيره جدا فتره من سنوات طويله يعني، فوزعوا على كل واحد صيني اللي هي اللي ايه عارفين المضرب البلاستيك جايبينه من الصين ده، وزعوا على كل واحد، قلت له الدبانه في اي حته ايه تموت. واحتفلت الصين بجلاء اخر دبانه، بقى انضف من الصيني بعد غسيله كده، مفيش حاجه بقى احلى من كده. بعد سنتين ثلاثه وجدوا حاجه لطيفه جدا او مخيفه جدا بالاحرى يعني، في مرض بيسموه مرض الفلاريا او داء الفيل اللي هو بيصيب بعض الناس في تورم الارض، لا نسبه المرض ده زاد في الناس يعني. استغربوا سنه اتنين، استغربوا جدا ايه ليه المرض ده. المهم في النهايه توصلوا بعد الابحاث ان لما مات كل الذباب كان من وظيفه الذباب في الطبيعه تتغذى على يرقات هذا المرض. لما مات كل الذباب اليرقه ما لهاش ايه حد ياكلها، فابتدت ايه تنتشر اكتر وتصيب ناس ايه ناس اكتر، مع ان حاجه الذباب بيموت 42 بيسبب 42 مرض للانسان. طبعا ده مش دعوه جايين النهارده نقول لكم ايه سيبوا الذباب ولا لا لا خالص يعني. طبعا رجعوا استوردوا ذباب تاني علشان يعني ايه يعملوا التوازن الطبيعي او التوازن البيئي. عاوز اقول القاعده الاساسيه انك سيب الكائن الحي في البيئه الطبيعيه، لكن البيت المكان المدرسه المستشفى لا مش بيئته الطبيعيه، لازم تتخلص منه لانه هو هيؤذيك يعني. فاحنا بنقول التعبان في الصحراء سيبه تعبان لانه هو له دور في الايكو سيستم، لكن لو جالنا لا قدر الله في البيت هنقول له الدكتور قال التوازن الطبيعي؟ انا لازم اموته. اذا خلاصه الكلام انه بالتربيه نستطيع ان احنا نعمل حاجات كتيره جدا، وده اللي هيودينا لمفهوم المؤتمر النهارده الى فكره اللي طلعت الجديده اللي هي ايه التنميه المستدامه. لو قدرنا، هي التنميه المستدامه ايه؟ حاجتين اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول، لو حسنا الموارد تنميه مستدامه، لو قللنا التلوث تنميه مستدامه، بس لينا وللاجيال القادمه. ده أبسط تعريف للتنمية المستدامة
بدون الدخول في أي تفاصيل. التنمية المستدامة نسمع كتير sustainability والتنمية المستدامة، والدولة عندها خطة للتنمية المستدامة 2030 فيها 8 أهداف. هي دي التنمية المستدامة، تحافظ على الموارد، تنميها، تحسنها، وفي نفس الوقت تقلل من إيه؟ من التلوث. طيب ده علاقته إيه بقى بمشكلتنا الأساسية اللي هي تغير المناخ؟ خلينا نقول الكلام صح الأول، هو مناخ ولا مناخ؟ هو مناخ، لأن المناخ برك الجمل على الأرض، فخلينا المصطلح الصح هو إيه؟ تغير المناخ أو المناخ. فرق بين المناخ والطقس، طقس حالة يومية أسبوع اتنين نقدر نشوف درجات الحرارة، المناخ حالة تستمر من 30 لغاية 50 سنة. كان يقول لك في كتاب الجغرافيا لو فاكرين مناخ جمهورية مصر العربية إيه؟ حر جاف صيفا ده فيه ممطر شتاء، زي ما قالها فؤاد المهندس في المسرحية لو فاكرين بتاع سيدة الجميل. إذن المناخ اتغير، احنا بنشوف دلوقتي فترات الشتاء قلت جدا، فترات الصيف طول جدا. احنا كنا نروح المدرسة زمان شهر 9 واحنا متقلين ولابسين بلوفر، دلوقتي لغاية شهر 12 في آخر تمام ونص كم وكل ده. هي إن كان يبقى شهر إيه؟ يناير وشهر فبراير. طيب القصة بدأت منين؟ تعالوا نشوف كده النشاط الإنساني، استخدام الإنسان للوقود الإحفوري. إيه الوقود الإحفوري؟ اللي هو البترول والفحم والغاز طبعاً بس أقلهم يعني. في الصناعة، في السيارات، في الطيارات، ده كله بيطلع غاز اسمه ثاني اكسيد الكربون. اي حرق لهذا الوقود لان في ذره كربون في الفحم او في البترول، تيجي تحرقه تطلع ثاني اكسيد الكربون. طيب اللي زود ثاني اكسيد الكربون ايه كمان؟ القطع الجائر للغابات وتغير استخدام الاراضي، استخدام الزراعيه بنمنع عليها، بالتالي انت قللت المساحه الخضراء اللي عندك، وبالتالي كمان الغبار الجوي. كل ديت مظاهر أو سلوكيات بسرعة للنشاط الإنساني المسبب لظاهرة أو لزيادة ثاني أكسيد الكربون. تعال نشوف حدث إيه؟ حدث نتيجة هذه الصناعات والسيارات والطيارات وإلى آخره، تلوث الهواء. ثاني أكسيد الكربون زادت نسبته، كانت ربنا خلق النسبة دي كام؟ أقل نسبة ممكنة 280 جزء في المليون ثاني اكسيد الكربون، وكان ربنا قاصد ده علشان حاجة مهمة جدا هقول لكم عليها دلوقتي. زادت نسبته الى 460 جزء في المليون، يعني تقريبا بيبتدي يتضاعف رقم هذا الرقم مع وجود غاز تاني الناس بتهمله شوية وهو غاز الميثان. يبقى الميثان مع ثاني اكسيد الكربون مع شوية هيدروكربونات وحاجات كده، ده بيسموها غازات الدفيئة. دفيئة يعني جاي الاسم دفيئة من هو بيحصل الدفء العالمي أو ما يسمى بالاحتباس الحراري. زادت درجات الحرارة حتى الآن تقريبا داخلين على 1.4 أو يمكن خلال سنوات قليلة نصل إلى 1.5 زيادة عن ما قبل عهد الصناعة. طبعا قد يتساءل احد يقول لك ايه يعني 1.5؟ بقى انتوا الدنيا مقلوبه، وكوب 27 وكوب 28 وكوب 26 وكوبات كلها علشان درجه حراره الارض زادت درجه ونص؟ يا سلام، ايه ده يعني؟ لو درجه حراره الانسان اللي هي 37 زادت درجه ونص، الانسان عيان ولا مش عيان؟ نفس الكلام، فالارض مريضه لأن زادت درجات الحرارة درجة ونص كدرجة عالمية، مش محلية اللي هي طقس، لا كدرجة عالمية تقريبا وصلنا 1.4. طيب باختصار القصة إيه؟ إيه الظاهرة نفسها؟ إيه اللي حصل يعني؟ تعالوا نشوف كده الرسمة دي كده بسرعة، ظاهرة الاحتباس الحراري هتبان كده من الرسمة دي. أدي الأرض وفي ثاني أكسيد الكربون اللي احنا قلنا نسبته 280 جزء في المليون نسبة طبيعية. نتيجة بقى النشاط الإنساني اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو ظهر في على الشاشة دي، المصانع والسيارات وحرق الأخشاب وغيره وغيره، ابتدى يطلع ايه؟ التلوث. كويس، طلع هنا في الهواء الملوثات اللي احنا قلنا عليها
بما فيها ثاني أكسيد الكربون اللي زادت نسبته. الشمس بتنزل لنا أشعتين تحت حمراء وفوق بنفسجية. خلينا فوق بنفسجية دي قصة تانية. تحت الحمراء جزء من الشمس بينعكس قبل ما يوصل للأرض، وجزء بيمتص، وجزء بينزل إلى الأرض. ده اللي بيسبب لنا اللي هو الشعاع ده، اللي هو الدفء والإضاءة. بقيت كده مفيش أي مشكلة. الشعاع نزل فين؟ إلى الأرض في وجود إيه؟ ثاني أكسيد الكربون. تمام. الأرض امتصت اللي هي عاوزاه وابتدت تعكس الزيادة، لأن لو الأرض بتمتص 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 هيزيد احترار شيء جدا، الناس تموت. فجزء تم تحتاجه ويرجع تاني ريفليكت أو بينعكس هذا الإيه إلى الفضاء الخارجي أهو جزء. تمام. وجزء يعود مرة أخرى إلى الأرض دون صعوده إلى طبقات الجو العليا. ليه بقى؟ هديكم مثال بسيط قوي يوضح الفكرة. عربيتك ركنتها جنب الرصيف ساعتين ثلاثة، جيت تفتحها لقيتها إيه؟ سخنة ولا بردة؟ جوه سخن، صح؟ حد سخن جوه؟ لا. طب ليه؟ إيه اللي حدث؟ ليه سخنت؟ الشمس. حلو. الشمس دخلت. طيب ليه ما طلعتش؟ زي ما دخلت ما تطلع. إيه المشكلة يعني؟ الإزاز ده بيعمل زي ثاني أكسيد الكربون اللي في الجو. بيعمل إيه بقى؟ هو بيعمل ثاني أكسيد الكربون. أشعة الشمس وهي نازلة، كل شعاع، الناس بتوع الفيزياء بقى يقول لك شعاع الشمس بيمشي بموجة، موجة قصيرة وموجة طويلة. حلو. وهو نازل بينزل بأمواج قصيرة. ثاني أكسيد الكربون زي الإزاز يسمح بالأمواج القصيرة أنها تنفذ من خلاله، يخش إذن الأرض كلها، ينزل الأشعة لغاية تحت. الأرض جسم معتم، تمتص ترجع. لما الشعاع يرجع من الأرض يغير الطول الموج بتاعه من قصير لطويل. يجي ثاني أكسيد الكربون يقول له بقى لا لا متشكرين بقى، أنا بقى إيه مش من سمات إن أنا أطلع الطويل. يوم يرجع تاني فين؟ إلى الأرض مرة أخرى. وده اللي بيحصل في إزاز العربية، نفس الكلام. وبالتالي تستمر العربية إيه؟ دافئة أو سخنة، خاصة في الصيف ما بنقدرش حتى نمسك الدريكسيون من كتر السخونية اللي في العربية. عشان كده ربنا خلى النسبة دي كام؟ 280 جزء في المليون. نسبة قليلة، جزء يتمسك وجزء يجري. لما النسبة دي بقت 460 أصبح الجزء اللي بيتمسك إيه؟ أكبر. وهو ده اللي عمل لنا زيادة في الاحتباس الحراري. هذا باختصار شديد جدا فكرة الاحتباس الحراري، وليه حدث الاحتباس الحراري، وإيه بسببه، وهذا كان بسبب ثاني أكسيد الكربون. دي الظاهرة اللي احنا بنسميها أي كل ده بيرجع للأرض تاني. وبالتالي كل ما كان هناك حرق للوقود الأحفوري الفحم والبترول، كل ما طبعا هيزيد ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير جدا. والعالم عمالي يعني يحارب، وكانت معالي الوزيرة كانت في هذه الحرب بتاعت الفحم، يعني انه يوقف استخدام الفحم والوقود الاحفوري. إذن التغير المناخي هو اختلال في الظروف المناخية المعتادة من الحرارة والضغط والرياح والحاجات دي كلها. تغير بقى الأمطار، بنشوف عنف في الطبيعة، إرهاب الطبيعة زي ما بيقولوا، أمطار شوية سيول ومش عارف إيه وفيضانات وحرائق غابات ما كانش موجود. كانت الأعاصير دي موجودة في العالم في حتت معينة وبتحصل والناس عارفة، لكن دلوقتي تفاجأ. درنا في ليبيا من كام شهر تقريبا، البلد يعني قضى عليها جزء من الإعصار، أو ما نقولش الإعصار، هو طبعا كانت عاصفة شديدة اللي هي عاصفة دانيال دي من حاجات دي. طيب باختصار، ما هي تداعيات أو أثار تغير المناخ؟ أول حاجة بتتأثر كل النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ربنا خلق حاجة اسمها تنوع بيولوجي. تنوع البيولوجي ده ثلاث حاجات: تنوع الأنواع نباتية حيوانية كائنات دقيقة، في حيوانات كتيرة جدا ونباتات كتيرة جدا في الطبيعة، وكل واحد زي ما قلنا له دوره اللي ربنا عامله له.
تاني حاجة التنوع داخل النوع، هتلاقي شجرة فيكس كذا نوع من الفيكس، بيسموه التنوع الجيني. حاجة التالتة تنوع البيئات أو الموائل، اللي هي الإيه؟ النبات في المناطق الصحراوية، مناطق الشاطئية، مناطق اللي فيها بحار، في تنوع ده التنوع ده الثراء ده هو ده اللي مخلي للحياة وجود، بدونه الحياة تقف. إذن أول مشكلة تأثر النظم البيئية والتنوع البيولوجي، بنشوف مناطق سخنت. طب الدب يستطيع أن يعيش في المناطق الساخنة؟ هيموت، ده لابس فروة وحالته حالة يعني، متدفي طول النهار من الساعة اللي هو فيها. لو حصل احترار هيبتدي يحصل مشكلة كبيرة جدا. حاجة تانية، هترتفع مستوى البحار والمحيطات. ليه؟ لأن التلج اللي هو في القطبين هيبتدي يحصل له إذابة مع زيادة درجات الحرارة. المية زيادة هتروح فين؟ هتزود مستوى البحار. إذن هيحصل اكستنشن أو امتداد للمية على الشواطئ، وقد تغرق بعض المدن الشاطئية أو الساحلية. الحاجة الثالثة، تأثر موارد المية. يعني أحياناً بنشوف المية في بعض المناطق. أنتوا فينيسيا فاكرين طلع كده من حوالي 7-8 شهور، اللي هي اللي كانت بيمشوا فيها في النشفة، نشفة ما عادش فيها مية. ليه؟ مع أن في مناطق تانية. إيه اللي حصل؟ حصل شفت لحزام المطر. يعني المطر كانت تنزل هنا، ابتدت إيه؟ تتحرك تنزل في حتة تانية، تنشف هنا جفاف، وتحصل إيه؟ كوارث في حتة تانية. وده اللي بيسموه تأثر موارد المية. حاجة تانية، تأثر صحة الإنسان. ليه الإنسان بيتأثر صحته؟ لأن هتظهر أمراض، على سبيل المثال للحصر عشان الوقت، الملاريا مرض. مفيش مثلا في البلاد المعتدلة مفيش ملاريا، بيعيش في المناطق الاستوائية الحر. عندما تحتر هذه البلاد سوف ينتقل الملاريا إليه، أبسط حاجة، وبالتالي تعمل لنا مشاكل كثيرة. ده مثال واحد. ضربة الشمس أو بيسموها ضربة الحرارة، ضربة الحرارة، إنسان محتر الحرارة، في حاجة اسمها هايبوثالاموس هنا، ده منظم لدرجة حرارة العرق نفسه. لما تيجي ضربة الحرارة بيقف الهايبوثالاموس، يبقى العرق بتاع الجسم يقف. زي فكرة القلة، القلة بليه بتسقع المية؟ عشان بتطلع من التاوت والدف. نفس الحكاية، العرق لما يطلع على جسم الإنسان بيعمل له التكييف الطبيعي. لما ميكانيزم العرق يقف تظل درجات الحرارة كامنة. مش كده يقول لك اللي عنده ضربة شمس يعمل له ايه؟ حطوه في بانيو وسيبوه ليوم الهايبوثالاموس يرجع ينتعش تاني. تأثر المستوطنات البشرية او المناطق، طبعا كل المناطق اللي هي الشاطئية والمناطق البيوت والحاجات دي كلها، لدرجة ان هو بيقال انه هيطلع حاجة او هيسمع اسمها الهجرة البيئية. هتبقى الناس تهاجر من مكان لمكان، خلاص اصبح المكان ده غير مؤهل للإعاشة لان فيه امطار وفيه مشاكل الى اخره. كوارث طبعا بيئية زي عواصف وسيول، وقلنا ده طبعا زي ما يعني الاستاذ ماجد اتكلم عن تأثر الزراعة. بالفعل قطاع الزراعة سوف يتأثر بشكل كبير جدا. بنلاقي ساعات الطماطم مش عارف بكام، ودلوقتي البصل ارقام كده فظيعة نتيجة تغير الدرجات الحرارة، لأن كل محصول بيبقى له درجات حرارة معينة. يمكن دي تأثيرات أخرى مش هقولها كتير لأنه الوقت، أنا بس لخصت أهم النقاط فيها. طيب، هل في جهود دولية باختصار برضو عشان وقتنا، أنا قدامي 10 دقايق طيب ولا 5 أوكي، هل هناك جهود دولية في هذا الإطار؟ نعم، في جهود دولية، وبدأت في إنشاء الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ سنة 1988، وبعدين طلعت اتفقت 189 دولة على تبني اتفاقية بيسموها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ. بعد كده في مفاوضات كتيرة، تعمل بروتوكول اسمه كيوتو، وبعد كده تعمل اتفاق باريس وتوافق كوبنهاجن. كل ده نشاط اتعمل. يمكن اقول بس يمكن باريس كان يعني اكتر حاجة اتفقوا فيها على انه يدوا الدول النامية 100 مليار دولار عشان يحسنوا اقتصاديات هذه الدول عشان يحلوا مشاكل المناخ. لانه مشكلة المناخ ان الدول المتقدمة تستطيع، عندها اليات انها تتكيف شوية مع المناخ، عندها فلوس. الدول النامية ما عندهاش، هي وهي مع العلم ان هذه الدول النامية هي الاكثر
تضررا من تغيرات المناخ عن الدول المتقدمة المسببة للصدمة. احنا عندنا بقى كمان اتفاق او ما حدث في شرم الشيخ كوب 27، هقول برضو حاجة من 27. احسن حاجة اتعملت في كوب 27 هو الاتفاق على صندوق بيسموه صندوق الخسائر والأضرار، يعني اتفقت الدول ان يعملوا صندوق يتبنوا فيه كل الدول اللي هي هتنضر من تغير المناخ، هيساعدوها بمبالغ مالية، وهيعملوا فعلا آلية لهذا الأمر، مين ياخد ومين يدفع ومين. الحقيقة مصر عملت 4 اجتماعات في هذا العام الماضي أسفرت على الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في كوب 28، وبالتالي كوب 28 اعتمد هذه التوصية وابتدى يحط فيها فعلا. الولايات المتحدة حطت، وبريطانيا والإمارات وغيرها من دي كانت يعني. طبعا في حاجات كتيرة جدا يعوزنا الوقت أنا كتبها في التوصيات كوب 27. زي ما قلت لحضراتكم كوب 28 يعني عمل حاجة مهمة. الصندوق الأضرار والخسائر اعتمد بالفعل آليات واعتمد حطت فيه فلوس. الحاجة الثانية، ولأول مرة يستخدم كلمة التحول نحو استخدام الفحم والوقود الإحفوري، ولأول مرة في العالم. وقالوا أن ده يعني سابقة ونصر الكوب 28، أنه مش فكرة الفحم بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها بس، لا ده كمان حطوا ما كانش حد بيتكلم على البترول ده خالص. لأول مرة يتكلموا على فكرة الإسراع بالتخفيض للفحم، وكمان التحول عن استخدام الوقود الأحفوري. دي كانت نص التوصية، وده كان حاجة كويسة بالنسبة للعالم. آخر حاجة، طب إحنا بنعمل إيه في مصر عشان وقتنا، عشان بس الناس تعرف قد إيه مصر مهتمية بهذا الموضوع. في عجالة في دقيقتين، يمكن فخامة الرئيس حضر معظم المؤتمرات اللي كانت في البيئة على مستوى العالم، سواء كانت باريس أو فرنسا وخير، وده بيأكد على اهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر. الحاجة المهمة، اتعمل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في مصر برئيسة رئيس مجلس الوزراء عشان يحط السياسات الخاصة بالمناخ. اتوضعت لأول مرة استراتيجية اسمها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفيها 5 أهداف: تحقيق نمو اقتصادي منخفض، القدرة والتكيف. والتكيف ده أحد الآليات المهمة جدا لمعالجة إزاي نتكيف مع الظروف. خلاص الحدث حدث، مش هتقدر تمنعه. طيب زي الشتاء والصيف، الصيف بعمل ايه؟ بخفف، الشتاء بتقل، لان ده تكيف. بالتالي العالم بيفكر ازاي يتكيف مع هذه الاليات. تالت حاجه، اداره العمل في مجال التغير المناخي، تحسين البنيه التحتيه، مهم جدا البنيه التحتيه، لانه لما تحصل امطار المايه ما تقفش في الشارع 2 متر، يعني لو في صرف صحي جيد هيستوعب مثل هذه المشاكل. اخر حاجه، تعزيز البحث العلمي ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ. لابد يكون في توعية للناس تعمل ايه. مشكلتنا ان احنا ساعات بنقول المشكلة ومحدش يقولك تعمل ايه. هي القضية الاساسية، وده القضية اللي في الاعلام، وقضية التربية وقضية التعليم، الناس تعمل ايه. قولوا يا جماعة الناس تعمل ايه علشان بالفعل نقدر نعمل الحاجة دي. طبعا في حاجات كتيرة جدا عملتها مصر. عملت الخريطة التفاعلية للمناطق الاكثر تضرر من التغيرات المناخية. طبعا عندنا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسمعوا الهيدروجين الأخضر. دلوقتي الهيدروجين الأخضر ده عبارة عن التحلل الكهربي للمية، المية H2O تتحلل المية يبقى هيدروجين. يطلع الهيدروجين ده يا إما بناخده نحرقه مفهوش ذرة كربون، أو نخليه يتحد مع النيتروجين ويكون ما يسمى بالنيتروجين الأخضر. طبعا مواضيع كبيرة جدا ممكن يعوزنا الوقت. مصر ماشية في الطاقة الشمسية والرياح وطاقة الهيدروجين. عندنا 20% دلوقتي من مصادر الطاقة جديدة ومتجددة، مأمول إن شاء الله تقريبا نص أو 42% 2035. جهود كتيرة طبعا، خلاص عشان الوقت. آخر حاجة هقولها، نعمل إيه عشان أبقى أنا يعني قلت الكلام مظبوط. طبعا كل دي جهود عملها مصر كنت محضرها لكم، لكن طبعا الوقت
الواجب أو التدابير، أول حاجة الوعي، نشر الوعي بين كل الناس عشان نقلل التلوث الكربوني. في حاجة دلوقتي بيسموها في العالم البصمة الكربونية، كل واحد فينا له بصمة كربونية. ركبت عربية طلع ثاني أكسيد الكربون، أنت جزء من بصمتك الكربونية. كلت غذاء مزروع بحاجة جزء، يعني قصة البصمة الكربونية دي كتيرة جدا. أو تاني حاجة لازم الحلول القادة نفسهم أو المسؤولين في المحليات والناس والأحياء يتخذوا قرارات مناسبة بشأن حماية المناخ. طبعا في حاجات كتيرة بس يعوزنا الوقت. النقل المستدام، شوفوا مصر دلوقتي بتلاقي عربيات كده مكتوب عليها ايه، البيئة الخضراء أو الأوتوبيسات الخضراء، حاجة كده اللي هي بتستخدم الغاز الطبيعي اللي هو أفضل كتير من البنزين يعني. فده بيسموه النقل المستدام. وطبعا في المترو لينك والمترو العادي، ده كله بيقلل من تلوث الهواء. استخدام الدراجات، يعني ياريت تبقى ثقافة. طبعا استخدام الطاقة الجديدة المتجددة قلنا عليها. تغيير النظام الغذائي، يعني كل الإنسان ما أكل وجبات نباتية ده بيقلل التلوث وبيقلل ثاني أكسيد الكربون. طبعا احنا الناس اللي كانت صايمة لسه طالعة من الصيام تقول لك تاني وجبات نباتية، احنا لسه يدوبك طالعين من الصيام. يعني التسوق وشراء منتجات مستدامة، بيقول لك يعني كل ما تقدر تشتري حاجة بيئية وحاجة خضراء كل ما كان أفضل، لأنك أنت بتحافظ على البيئة بشكل كبير. كل ده كان فيه كلام. عدم هدر الطعام، الحقيقة دي نقطة يمكن معالي الوزيرة قالت من شوية، كان العضوي. أنا نفسي الناس يعني ما ترميش أكل، نفسي. يعني إحنا عندنا دايما استراتيجية 3R، ريوس ريسايكل. فأول واحد يقول لك اخفض الاستهلاك. اخفض الاستهلاك ازاي؟ يعني لما نلاقي صفيحة المخلفات المصرية 60% منها عضوي، 60% عضوي، ونلاقي 3/4 اكل. روح المدرسة اسأل كده البواب العامل بتاع المدرسة، قول له شلت كام شوال النهاردة بقيت عيش من الولاد. الام متأكدة ان الولد مش هياكل الثلاث سندوتشات في البيت، وبرغم هذا تصر على تديله كل اتنين وقع واحد. هتودي الواحد فين؟ اذا الواد بقى كان صادق ورجعه البيت الام هترميه الساعة 3/4. اذا الواد رماه في المدرسة اكلتهم يا ماما وخلص. اذا احنا عندنا سلوكيات، ياريت في الشراء في البيع في الحاجات دي كلها، يعوزنا برضو الوقت. وبالتالي يعني يمكن هنا احصائية بتقول يهدر الناس على مستوى العالم 1,000,000,000 طن من الطعام سنويا، بيمثل من 8-10 انبعاثات من غاز الاحتباس الحراري. شوفوا قد ايه، لسه بيتكلم على القمح وغيره. فياريت ما نرميش اي حاجه صالحه للاستخدام، نرمي بس اللي هو بقى القشر، قشر موز، قشر برتقال. وزي ما قالت معالي الوزيره كده، هي شنطه واحده حط فيها دول والشنطه الثانيه حط فيها ده. احلى سماد في العالم اللي هو معلوش اي ايه، لا ورق ولا مخلفات. شكرا جزيلا. الحقيقة السهل الممتنع، يعني المعلومات العلمية العميقة مع بساطة وسهولة العرض. فالحقيقة أنا شخصيا استمتعت جدا جدا بكلمة الدكتور عبد المسيح سمعان، وأتوقع ناخد منك وعد يا دكتور أن نعمل محاضرة توعوية لطلبة الكلية هنا على الأقل يعني، ويكون بقى يوم كامل كده متسع الوقت علشان نقدر نستفيد من كامل المعلومات المهمة جدا جدا. حاليا دلوقتي بدعو السادة الباحثين لعرض مشاركاتهم البحثية، الحقيقة متنوعة ما بين موضوعات تخص الطاقة والمرأة والوعي البيئي للمرأة المصرية والهندسة الصحية أو دور الكنيسة والمجتمع في تطوير وجهات النظر البيئية، وأيضا التفسير البيئي للكتاب المقدس. فيعني إن شاء الله تبقى عروض تقديمية متميزة. فأدعو الدكتور أمون حطب أمين، خبير في إحصاءات الطاقة، عضو مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية بأكاديمية البحث العلمي، يتفضل بإلقاء كلمة.
مساء الخير. طبعا يعني انا بعد قبل ما ابدا ولا بعد الوجبه الدسمه من دكتوره ليلى ودكتور عبد المسيح مش عارف اقول ايه. يعني عايز اقول زي عادل امام ماذا اقول بعد كل ما قيل يعني بصراحه. بس معلش استح وخصوصا في اخر اليوم ان شاء الله ربنا يضبط. الموضوع طبعا بيتكلم عن اثر المكان الاقامه على الوعي البيئي. هو انا عامل دراسه كبيره كانت بتتكلم على كذا متغير يعني، بس انا يعني جبت هنا اثر متغير واحد على اللي هو مكان الاقامه الريف والحضر وهل له تاثير على الوعي البيئي للمراه ولا لا. طبعا يعني انا هحاول اختصر لكم دكتوره توقيت، يعني هحاول اختصر في المقدمه. يعني هي ده بترجع هو يعني لما بنتكلم عن المراه طبعا يعني مهم جدا، لان المراه بالذات في مجتمعاتنا الشرقيه يعني ومجتمعنا المصري بتقوم بدور كبير جدا. هي مديره البيت، هي لو عامله يبقى ليها دور كمان في البيت وفي العمل. فلما نرفع وعيها البيئي اكيد ده هيكون ليه تاثير على الاسره ككل وعلى الشارع وعلى بيئه العمل ومن ثم بقى على المجتمع كله على مصر طبعا. يعني يعني اهم حاجه هنا ان انا عايز اقول ان احنا نظرا طبعا لاهميه قضيه البيئه وتغير المناخ، احنا مصر اطلقت استراتيجيه اللي هي تغير المناخ في مايو 2020 اللي هي الاستراتيجيه او استراتيجيه الوطنيه للتكيف مع تغير المناخ 2050، ودي كانت من ضمن اهدافها او من ضمن محاورها النوع الاجتماعي. يعني برضو حط المراه ضمن الاستراتيجيه، ومن ضمن برضو اعتراف باهميه دور المراه في كوب 27 وكوب 28. كوب 27 عمل او خصص يوم كامل في مؤتمر الاطراف اللي هو كان كوب 27 اللي هو عقد في مصر طبعا نوفمبر 22، وكوب 28 كمان برضو خصص يوم برضو غير التوصيات. انا اتكلمت بتكلم دلوقتي على بس الاعتراف المؤتمرين باهميه دور المراه، فخصص يوم في كوب 27 وخصص يوم في كوب 28. اليوم ده كان في كوب 28 حول المساواه بين الجنسين في سلسله من اجتماعات من الوزراء وكبار المسؤولين، ودعمته بعد كده الامانه العامه للاتفاقيه الاطاريه بانها عملت اعلان شراكه. الشراكه دي بتهدف الى تحقيق انتقال منظم وعادل للطاقه في قطاع الطاقه يراعي النوع الاجتماعي. وممكن يعني الناس تسال ليه في الطاقه بالذات؟ هو الطاقه يعني في الريف بالذات ليها يعني او بتسهل عمل المراه. المراه هي اللي ممكن في الطاقة بالذات بيبقى لها او الطاقة بيبقى لها تأثير على المرأة وبتبذل مجهود كبير. لو ما فيش طاقة مثلا في الريف ما فيش كهرباء او الكهرباء بتقطع كتير، فدي بتأثر على المرأة. طبعا الاتفاقية دي أيدتها اكتر من 60 طرف في كوب 28. أهمية الدراسة طبعا إن النابت من ضمن الدراسات اللي بتقع في أو بتدي أو بتبرز دور المرأة في المجتمع عامة، وطبعا وخاصة في مكافحة التلوث البيئي. لما أتكلم عن الوعي البيئي للمرأة يبقى أكيد هيبقى لها دور في مكافحة التلوث البيئي وحماية البيئة. الأهداف الرئيسية هم هدفين،
الوعي البيئي للمرأة المصرية وأثر مكان الإقامة عليه، والهدف الثاني دور المرأة المصرية في حماية البيئة. مصادر البيانات كانت عبارة عن عينة عشوائية بس ممثلة للمجتمع، بمعنى أن أنا خدت مستويات تعليمية مختلفة وأعمار مختلفة. هم كانوا 300 مقسمة 150 ريف و150 حضر. كان الريف كان قرية في الأليوبية، والحضر كان حي عين شمس هنا في القاهرة. هنا أنا لما أتكلم عن دور المرأة في الحفاظ على البيئة، أنا بتكلم على ثلاث محاور أو دورها، يعني أنا اخترت ثلاث محاور، اللي هو أول حاجة تربية الأطفال تربية بيئة سليمة. طبعا هي ليه أنا بتكلم على المحور ده؟ لأنه محور مهم جدا. المرأة أكتر واحدة بتعايش أطفالها، يعني أكتر من الأب. المرأة هي بيكون لها الدور الكبير والأساسي في تربية أطفالها. يبقى لما هي تربي الأطفال أو تغرس فيهم المفاهيم البيئية السليمة، وإزاي يحافظ على البيئة، وإزاي ياخد يخلي باله مثلا من الخضرة، إزاي يزرع في البلكونة، إزاي ممكن يزرع في السطح، يزرع قدام البيت شجر، يعني حاجات بسيطة ممكن، أو وغير المفاهيم كمان، يعني دي حاجات بسيطة بس كمان تفهمه يعني إيه، أو يعني إزاي نحافظ على البيئة بطريقة طبعا مبسطة. المحور الثاني اللي هو دور المرأة في المنزل، طبعا برضه هو ده يعتبر مكمل للمحور الأولاني. المحور الثاني ده بيتكلم عن إن المرأة برضه هي أكتر واحدة بتستخدم موارد البيت. لسه كان دكتور عبد المسيح بيقول يعني ترشيد الأكل، أنا هنا مثلا بتكلم على ترشيد المية والكهرباء، أبسط حاجة. طبعا الانوار البيت تبقى منورة كلها، الحنفية لو سبب بتنقط تنزل، يعني ممكن يضيع مثلا كام لتر، كل ده يبقى يعتبر يعني أنا دي حاجات أو مظاهر مش كويسة. وأنا دلوقتي لو ما حافظتش على الكلام ده، ما رشدتش الطاقة، أبسط حاجة، لو أنا ما رشدت الطاقة دي، ما هي الطاقة دي محطة الكهرباء بتشغلها مازوت أو وقود أحفوري، طب ما هو ده بيلوث البيئة. يبقى لو أنا قللت استخدام الكهرباء في البيت، أو بلاش قللته، على الأقل رشدته، يعني ترشيده، يعني الأوضة اللي أنا قاعد فيها تبقى منورة، التلفزيون الأوضة اللي أنا قاعد فيها أو الهول اللي أنا قاعد فيه بس هو اللي شغاله، ما يبقاش كل البيت مشغل الأجهزة التلفزيون، كل البيت مشغل اللمبات وهكذا. المحور الثالث اللي هو دور المرأة بره البيت بقى، يعني بره الأسرة وبره الأسرة المعيشية وبره منزلها. إن أنا هنا المرأة بتشتغل أو ما بتشتغلش، حتى بتخرج، يعني ممكن يبقى لها دور خارج المنزل مع جيرانها، حتى إنها بطريقة غير مباشرة. طبعا لازم الكلام ده تتوعى بيه، يبقى فيه توعية طبعا من الفضائيات، ومن يعني الفضائيات دلوقتي طبعا مش عارف، اعتقد الدكتوره ليلى اتكلمت عنها او الدكتور عبد المسيح مش فاكر مين، يعني ان هو الفضائيات مش عامله يوم حتى للبيئه او برنامج عن البيئه، وده طبعا موضوع مش كويس. يعني هي بتتكلم، يعني ساعات بتجيب برامج يعني سوري يعني ملهاش لازمه، ما حدش بيتفرج عليها. طب ما تعمل برنامج واحد للوعي البيئي، بلاش للمرأة، حتى للكل. يعني ما يعني المرأة دورها مهم جدا زي ما قلت في البيت وبره البيت، لكن طب ما تعمل برنامج يعمل يرفع الوعي البيئي للناس، ويفهمهم يعني ايه بيئة، ويعني حفاظ على البيئة وهكذا. فهي طبعا المرأة بره البيت او بره المنزل ممكن تاخد بالها من البيئة في عملها. برضو في نقطة مهمة، البيئة في عملها، تسيب الحنفيات لو في حكومة شغالة، طبعا الحنفيات تسيبها مفتوحة، اللمبات المنورة، ما هما ما بندفعش حاجة، حكومة هي اللي بتدفع. يعني مثال طبعا، ده مش كل الأمثلة. في الشارع بدل لو واحدة بتاخد الشنطة بتاع
بتاعت القمامة، يعني بدل ما ترميها في الصندوق ارمي في أي حتة فوق الرصيف اللي في النص. شوارع كتير تبص تلاقي الرصيف اللي في الوسط الشارع ده مليان كياس قمامة وهكذا يعني. فطبعا دور المرأة هنا مهم جدا خارج المنزل، طبعا دور الراجل، بس يعني أنا بتكلم على دور المرأة هنا مخصص الدراسة على المرأة، فأنا بتكلم على دورها طبعا جوه البيت وبره البيت. هدخل على طول بقى يعني على المؤشرات. هي في مؤشرات كتير بس أنا جبت هنا مثال واحد، مؤشر خارج المنزل بمعنى البيئة الخارجية. يعني إيه وعي المرأة بالبيئة الخارجية أو بالتلوث خارج المنزل؟ لما سألنا المرأة عن أنت تعرفي يعني إيه احتباس حراري، كانت نسبة طبعا اللي كان الريف أقل من الحضر يعني في أغلب الدراسة يعني وعيا يعني أقل وعيا، فكانت النسبة كانت 37% للإجمالي العينة، وكانت في الحضر 44% والريف كانت 30%. طبعا نسبة قليلة جدا سواء برضو في الريف أو الحضر، يعني هي في الحضر أعلى بس نسبة طبعا قليلة جدا يعني. بالنسبة للمثال خارج المنزل، أنا داخل المنزل سوري، اللي فات كان خارج المنزل، ده البيئة الداخلية اللي جوه المنزل. سألنا السيدات أو الإناث عن هل تعرفي أضرار المبيدات لما بتترش داخل المنزل، برضو كان الوعي منخفض جدا بالموضوع ده، وكانت النسبة نسبتهم في العينة كلها حوالي 32%، وكانت في الحضر 41% وحوالي 24% في الريف. وانا استخدمت في الدراسه بعد جمع البيانات استخدمت اختبار كاي سكوير، وده بعد استخدام اللي هو الكاي سكوير، اختبار كاي سكوير. طبعا النتائج دي اثبتت او بتقول او بتوضح ان العلاقه او العلاقه بين محل الاقامه للمراه والوعي البيئي كانت علاقه معنويه. ده طبعا اللي عنده فكره عن الاحصاء يعرف يعني ايه علاقه معنويه. بمعنى ببساطه معناها انا كنت فارض فرضين ان حاجه اسمها اتش 0 اتش 1. اتش 0 دي ان انا بقول ما فيش علاقه، واتش 1 في علاقه. فهنا اختبار كاي سكوير طلع لي ان في علاقه فعلا، وان اللي في الحضر وعيها بيكون أعلى من اللي بتسكن في الريف. يعني طبعا أنا بقى بصراحة أنا هعدي السلايد ده، لأن الكنيسة طبعا اتكلموا كتير عن دور الكنيسة، فأنا أعتقد مش هقول كتير يعني. في بس أنا كنت جايب سيرة أو اتكلمت عن في بروتوكول تم توقيعه بين الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة البيئة، ونفس الكلام بين الهيئة إنجلية ووزارة البيئة، والاثنين باختصار بيتكلموا عن إن وزارة البيئة تدعم الكنيسة الأرثوذكسية في التوعية البيئية أو الأنشطة البيئية، ونفس الكلام إنها برضو تدعم الهيئة الإنجلية في أعتقد إن رفع الوعي البيئي، بحيث إن يبقى في مدربين ومدربات في الهيئة الإنجلية يكونوا قيادات في المجال ده. أعتقد هو البروتوكول من ضمن أهدافه يعني، مش كله طبعاً أكيد يعني. في طبعاً الدور المفروض يعني في دور للمنظمات غير الحكومية بتقوم به في التوعية. أنا رصدت هنا المشكلات اللي ممكن تواجه المنظمات غير الحكومية. المنظمات غير الحكومية المفروض إنها منشأة لعمل اجتماعي، ومن ضمن عملها الاجتماعي انها تقوم بتوعية المرأة بيئيا يعني، او بتوعية المجتمع عامة والمرأة خاصة في موضوع او في مجال الوعي البيئي. ففي كذا حاجة او في بعض المعوقات اللي بتعيق عمل المنظمات الغير حكومية، من ضمنها ان القوانين لسه لغاية دلوقتي لا تلائم
غير ملائمة، اللي هي القوانين اللي بتحكم المنظمات غير حكومية غير ملائمة في عمل المنظمات بطريقة يعني سلسة أو بطريقة تخليها تؤدي عملها بطريقة جيدة. في تاني أو التاني في المعوقات والمشكلات إدارة المنظمات أحياناً بأسلوب فردي بكتير قوي، مش أحياناً. ثالث حاجة عدم كفاية الموارد المالية. رابعاً نقص المهارات في بعض المجالات، في بعض المجالات اللي لازم أداء أنشطة. خلاص يعني قرب. هو الدراسة بتقدم بعض المقترحات والتوصيات، أو خلينا نقول مقترحات، يعني أنا قسمتها لمقترحات تم تقديمها في كوب 27 وكوب 28 ومقترح أنا كتبته في مقترحات في الدراسة. فالمقترحات اللي في كوب 7 اللي تم إطلاقها في كوب 27 إطلاق ثلاث مبادرات للقارة الأفريقية من خلال مبادرة الانتقال العادل للطاقة بأفريقيا ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ. إزاي؟ بإتاحة فرص أو وظائف في المرأة الأفريقية خاصة في الريف. طبعا المرأة الأفريقية، طبعا إحنا ده مؤتمر عالمي يبقى بنتكلم على المرأة الأفريقية، يبقى مصر انكلودت طبعا، أو المرأة المصرية انكلودت في الموضوع يعني. فمن خلال مشروعات صغيرة في مجال الطاقة والزراعة والمية. بالنسبة لكوب 28 إنه بشأن مراعاة المساواة الجنسين، تم إقرار، أنا يمكن نوهت عنه في المقدمة، إن تم إقرار إعلان بشأن المساواة بين الجنسين، وتم في التغيرات المناخية يعني في عمل العمل المناخي، وتم إقراره من جانب 77 دولة، وتم دعم الموضوع ده في الكوب 28 بحوالي 2.8 مليون جنيه دولار. وطبعا ده مبلغ يعني مش عارف ازاي يعني غريب، يعني مبلغ قليل جدا يعني، بس هو ده اللي حصل يعني. بالنسبه للتوصيات الباحث، ان اهميه دعم الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني طبعا، ويكون بالتعاون مع مجلس القومي للمراه، دي مهم جدا. تزويد المرأة بالمعلومات البيئية السليمة زي ما قلت قبل كده في الأول، يمكن كلمت عن كده، اللي هي لما أزود المرأة بالمعلومات البيئية السليمة هتقدر تغرس في أبنائها أو أولادها أو أسرتها الممارسات البيئية السليمة. تضمين التوعية للمرأة طبعا في أنشطة الكنيسة، يعني أنشطة الكنيسة أغلبها، أنا بتكلم يمكن على الكنيسة الأرثوذكسية، ما أعرفش سامحيني، ما اعرفش الانجليه هل فيها بتتضمن انشطه للسيدات وبالذات في رفع الوعي البيئي ليهم. انا بالنسبه للمراه عندنا في الكنيسه الغبطيه الارثوذكسيه، ما في يعني بتبقى اعتقد الانشطه بتبقى كنسيه فقط لا غير، اجتماعيه رحلات وممكن مش عارف لو في مساعدات والكلام من ده، بس انما رفع الوعي لو انا بدا يعني في المدارس الاحد مثلا، او في اجتماعات الشباب، او في اجتماعات الخريجين، او في اجتماع السيدات او المتزوجين، هل بيعملوا مواضيع زي كده؟ انا اشك، مفيش طبعا. فده طبعا مهم جدا. حاجه يعني اخيره يعني كده مش كاتبها، بس هي طبعا المفروض زي ما قلتها من شويه القنوات الفضائيه، وطبعا القنوات المسيحيه بقى بالذات طبعا عليها دور، بقى طالما دخلنا في دور الكنيسه وقضايا البيئه يبقى لازم، حتى لو القنوات الفضائيه العامه بتاعت الدوله ما بتهتمش بالوعي البيئي، طبعا انا بتكلم على المراه بس الوعي البيئي للاسره وللمراه وكله يعني. شكرا ليك. جزيل الشكر دكتور عمون حطب. الحقيقه محور المراه مهم جدا جدا، وأنا الحقيقة يعني أدعو المهتمين بالبحث العلمي يعني التركيز على المحور ده، في يعني ياريت نلاقي أوراق أخرى بحثية خاصة بدور المرأة في التوعية البيئية والتنشئة البيئية، لأن ده الحقيقة مهم جدا، وهي من أكثر العناصر تأثرا بتغير المناخ. هي
ثالث أو رابع مرة النهاردة بنستمع إلى دور الإعلام المسيحي. هم الحقيقة المنصة والمتكلمين يعني ما كانوش على علم بأنه في خطتنا كمركز خدمة الكنيسة والمجتمع أنه هيكون في ندوة عن دور الإعلام المسيحي في دعم قضايا البيئة. فالحقيقة ده أصبح يعني مطلب جماهيري، فبالتالي يعني إن ده إن شاء الله الخطوة الجاية اللي ندعوكم ليها. ميسات عملت معايا 6 حلقات أو أكتر عن تغير المناخ وقضايا أخرى، هتلاقوها على اليوتيوب يعني. فده برضو ده دور مهم، ويريد كل القنوات برضو تعمل ده يعني. بس أنا كل مرة 10 دقايق مش أكتر، مش عايزين نكتر يعني. الإعلام كل ما كان بسيط وكل ما كان أفضل، وكل ما كان يقدم رسالة بسيطة كل ما كان أفضل ما تقعد نسمع فترات طويلة يعني. محدش عنده وقت يسمع كتير، فلازم تكون رسالة مهدفة قصيرة لها فعالة. أو فعلا دلوقتي جاء وقت دكتور المهندس مينا دانيال، مدرس الهندسة الصحية والبيئية بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، وعنوان ورقته البحثية دور الكنيسة والمجتمع في تطوير وجهات النظر البيئية. فليتفضل. الخير. الأول أحب أشكركم على يعني لغاية الساعة أعتقد 4 دلوقتي، فالوقت طويل. وزمان لما ابتدى شغفي بالبيئة من حوالي 16 سنة قالوا لي اللي بيتكلم في البيئة بيدن في حتة صعبة قوي. لكن نشكر ربنا. أنا الأول بشكر الدكتورة هناء ومركز البيئة والمجتمع على الدعوة، وبشكر كلية اللاهوت إنها تعمل مؤتمر أو مبادرة بالمنظر الجميل ده، يكون موجود فيها حوالي 50 حد يعني بالعدد كده 50 أو 60 حد من قادة الكنيسة يكونوا عندهم الاهتمام بالبيئة، أو يكون عندهم الدعوة أو الرؤية لنقل الوعي البيئي. دي حاجة في حد ذاتها بتقول إن إحنا على مسار سليم أو على الخط السليم ناحية دعم البيئة. شكرا طبعا للجلستين السابقتين، وشكرا للمحاضرات الجميلة اللي سمعتها النهاردة. الموضوع اللي أنا ابتديت أبحث فيه أو أشتغل عليه اللي هو دور الكنيسة والمجتمع في تطوير وجهات النظر البيئي، نتيجة طبعا دراستي في الكلية أو تدريسي في الكلية تعرضت لنقطة وجهات النظر البيئية مع شوية حب للتاريخ. فبصيت الإنسان بص على البيئة إزاي من البداية. فإحنا المحتوى اللي هنتكلم فيه هو بيتكلم على مقدمة عن التفاعل بين الإنسان والبيئة. الإنسان بص على البيئة إزاي، عرض لوجهات النظر البيئية، الجوانب العملية لتطوير الفكر البيئي للأفراد. وجهات النظر البيئية لما هنبص عليها هنلاقي فيها بعض الجوانب الإيمانية أو الروحية اللي قد تفيدنا كمؤمنين في تطوير حياتنا الروحية. كمان هنتكلم على دور الكنيسة في تطوير الإنسان، المجتمع البيئي ودور الكنيسة، وشوية توصيات وصلنا لها. طيب الفكر البيئي ابتدى ازاي مع الإنسان؟ ابتدى بحاجة اسمها اقتصاديات الحدود. البيئة الأول ما كانتش هي الشغل الشاغل للإنسان، لكن كان الاقتصاد أو الجوانب المادية أو المكسب هو كان الشغل الأساسي اللي الإنسان فكر فيه. فابتدى الأول باقتصاديات الحدود، وهنتكلم عليها بالتفصيل بعد دقائق. لكن كان في رد فعل آخر اسمه الديب إيكولوجي أو البيئة العميقة، ابتدى يطلع جانب آخر مضاد للاقتصاد وبيقول لا، الاهتمام بالبيئة. لكن تكامل الجانبين وصلنا لثلاث مناظير أو ثلاث مدارس للبيئة بيبتدوا بحماية البيئة. وده بيعتبر النهاردة في 2024 مدرسة قديمة، يعني خلاص ابتدت تندثر فكريا،
لكن ابتدينا ندخل بعدها على مدرسة إدارة الموارد زي ما كان الدكتور عبد المسيح بيكلمنا، ثم ابتدينا كمان ندخل في آخر الفترات على التنمية البيئية زي ما كنا بنتكلم بالضبط في المحاضرة. احنا نعتبر النهاردة في المرحلة بين الجزئين دول، إن كانت التنمية البيئية بقت هي الشغل الشاغل للدراسة والأبحاث، ولكنها لا تزال لم تنزل على أرض الواقع بالشكل العميق. إحنا مازلنا شوية، ودي هنقول بعض المصطلحات اللي بنحكي عليها في مجتمعاتنا البسيطة بتندرج تحت إدارة الموارد. خلونا نمسك المناظير البيئية واحدة واحدة. أولاً تفكير الاقتصاد الحدودي أو اقتصاديات الحدود، وده اللي ابتدى لما الإنسان أدرك إن في بيئة، بداية من حوالي تلاتينيات القرن الماضي للستينيات. أهم اعتقادات المنظور ده بتقول إن الطبيعة أو البيئة مصدر لا حصر له، تعالى يا إنسان وخد اللي أنت عايزه من البيئة، البيئة مش هتقولك حاجة، هي مليانة بكل الموارد المادية والمواد الخام والطاقة والمياه والتربة والهواء، كل حاجة أنت عايزها كإنسان هتلاقيها إيه؟ موجودة. فالمنظور ده ركز قوي على منفعة الإنسان، وكأنه منظور شوية الإنسان راح ناحية أنانيته، وراح ناحية أني أنا هستفيد من البيئة. فهو بيتعامل مع الطبيعة أن هي وعاء لا نهاية له، بدون النظر أن في مخلفات أو أن في ملوثات هتكون بتدي أثر على البيئة. كمان المنظور ده ما بيبصش للكائنات اللي مش قدام الإنسان، أو اللي في وجهة نظر الإنسان مش هتكسبه اقتصاديا. فمثلا ما بيفكرش في البكتيريا، وإن كانت البكتيريا واحدة من الكائنات الحية المهمة جدا في كل الجوانب، تمام، لكن المنظور ده بص عليها إن هي غير مهمة ولأني ملهاش صلة بالاقتصاد. طب نيجي للجانب الآخر، وده رد الفعل. إن كان المنظور الأول متطرف ناحية الإنسان، فظهر منظور آخر متطرف ناحية البيئة اللي بيسمى بالتفكير البيئي العميق أو المنظور البيئي العميق، وده بيقول العكس خالص. بدل ما البيئة هي مصدر غير محدود، ده بيقول إن البيئة هي مصدر محدود، وعلى الإنسان أنه يتوقع رد فعل البيئة بشكل سريع جداً. والنهاردة وأنا في 2024 لو اتكلمت عن رد فعل البيئة مش محتاجة أقول لكم، لأن أنتوا كلكم شفتوا السنتين اللي فاتوا. إحنا كنا عايشين في حياة مستقرة، وفجأة البيئة قامت مديانة كوفيد، إحنا كلنا تلخبطنا، إيه ده، من إمتى البيئة هتقول لنا حاجة؟ لكن هو ده كان رد فعل البيئة. وكمان المنظور ده بيقول إن الإنسان هيرجع لأنماط الحياة الريفية، وإن كان ده الجانب المتطرف في هذا المنظور، إن من الصعب إن الإنسان يفقد نشاطاته. ما أنا خلاص اتعودت على النشاطات اللي بعملها، أو اتعودت على الطريقة الحداثة في المعيشة، أو الطريقة دي في الأكل، أو الطريقة دي في إنتاج الملوثات، وبالتالي من الصعب ان الانسان يرجع للحياه البسيطه. لكنه برضو في بعض الجوانب اتكلم على المنفعه المتبادله، ودي هنتكلم عليها تاني في منظور اخر. فالفكر ده بيدعو للعوده للطرق التقليديه والحفاظ على البيئه، فهو فكر بشكل كبير جدا، انا محتاج احافظ على البيئه. طب من خلال دمج المنظورين ابتدى يطلع عندنا ثلاث مناظير. المناظير دول هنلاقي ان سفر التكوين ابتدى يتكلم عليهم، والايه دي اتقالت حوالي مرتين او ثلاثه من بدايه المؤتمر. واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن لسببين. السبب الاولاني ليعملها، وده كانت مدرسه الاقتصادات الحدود، ان دورك يا انسان ابتدي اشتغل وما تبصش على الجانب الثاني. لكن في كلمة وراها مهمة جداً برضو عندنا، ويحفظها. دي مدرسة الإيه؟ الأخرى، مدرسة التفكير البيئي العميق، تمام؟ لكن الدور الروحي للإنسان أنه يشتغل الجانبين مع بعض. وده أنتج لنا الثلاث مدارس اللي احنا هنتكلم عليهم، حماية البيئة وإدارة المواد والتنمية البيئية. منظور حماية البيئة، وده زي ما اتكلمنا أنه هو قديم شوية،
ابتدى يشتغل على إصلاح ما قد فسد. أنا وصلت كإنسان إني في تلوث حصل فلازم إن أنا أبتدي أشغله. ابتدى يحط حدود للأنشطة لألا يكون رد فعل البيئي صعب. فتلاقي مثلاً لو أنا عندي مصنع بينتج لي إكس من الملوثات، أنا كمتبني لهذا المنظور هقوله لا، أنت انتج لي نص إكس من الملوثات حتى لو أنت أثرت بشكل اقتصادي على إنتاجيتك، تمام؟ فابتدى ياخد شوية آليات زي الـ End of Pipe Control اللي هو الملوث يكون اتكون لكن أنا مش هخرجه للبيئة. ابتدى البيزنس as usual، ما تحاولش تطور لأن كل ما تطور يا إنسان أنت هتنتج ملوثات. ابتدى يتكلم على التريتمنت بلانت لإصلاح ما قد فسد، منظور إدارة المواد أو إدارة الموارد، وده منظور عام وشامل بيشمل كل الجوانب، الأشياء المادية والمعنوية كموارد حقيقية. يعني هو بيتكلم على المية والعمل ورأس المال، بيتكلم على المنظمة كمورد، بيتكلم على المهارات الطبيعية كموارد، بيتكلم كمان على معتقدات الأشخاص كموارد أقدر بيهم أدفعهم تجاه البيئة. فنلاقي مثلا في خلال هذا المنظور خرج لنا الـ human resource، إني بقى عندي الإنسان. فأنا الإنسان لو علمته وابتديت أدربه وأوعيه هيطلع لي نتيجة قوية منه. ده بيعزز الاستخدامات المتوافقة مع البيئة والتطورات عبر الزمن. المنظور ده بيشجع على كفاءة استخدام الطاقة، ويمكن كتير مننا النهاردة ابتدينا بما أني ما كنتش بتطفي النور زمان، خلاص أنا هطفيه لك ساعتين غصب عنك. فلازم نكون بناخد بالنا النهاردة أني لازم يكون عندي كفاءة استخدام الطاقة، ترشيد الموارد. فالترشيد ده إحنا يمكن سمعنا عنه من حوالي 10 سنين لكن بقى تطبيقه أمر لازم وضروري. منع التلوث، أبتدي أعمل ريديوس من المصدر، أبتدي أقلل التلوث من مصدره، أبتدي أعمل إصلاح، أبتدي أعمل مراقبة للنظام البيئي. وكمان وصل للصحة الاجتماعية أو الصحة المجتمعية، إن صحة الإنسان أو الإنسان كريسورس عندي لازم أهتم بصحته علشان يقدر ينتج لي بشكل اقتصادي وكمان يحمي لي البيئة بدوره. طب المنظور النهائي، وده اللي احنا بنحاول نوصل له، وده الدور اللي على كل القادة اللي موجودين ان هم يكونوا بيشجعوا الناس عليه، اللي قد يكون الاسم اللي احنا سمعناه كتير، التنمية المستدامة او التنمية المستمرة، بيعيد هيكلة العلاقة بين المجتمع والبيئة او بين الانسان والبيئة، بحيث يبقى win-win situation، ان انا ابقى انا كانسان طالع كسبان بشكل او باخر، والبيئه كمان طالعه كسبانه او ما تضررتش، تمام؟ فبيركز على اعاده الهيكله الاقتصاديه وتوصيل التاثيرات البيئيه لصناع القرار. يعني ابتدي اوصل لصانع القرار اني خد بالك هيبقى عندي مشكله هنا نتيجه السياسه الاقتصاديه دي. وبالتالي هذا المنظور بيدعو للتنميه الخضراء، ونبتدي نتكلم بشكل، لو كلمنا بشكل هندسي او بشكل بيئي، بقى عندنا جانب كبير قوي اسمه الجرين انجينيرينج، وبقت كل الحياه جرين، لاني محتاجين نتحرك ناحيه الموضوع ده علشان احمي من الاثار البيئيه المحتمله، او ان انا اقللها وان انا اخففها بحيث انا اطلع كسبان والبيئه كسبان. طب نبتدي بعد ما ادركنا الوجهات النظر البيئيه، طب ايه الجوانب العمليه اللي ممكن انا كقائد في كنيسه او ككليه لاهوت او كمركز البيئه والمجتمع ان انا اكون بعملها؟ ان انا اكون باثر على الانسان وبوضح له بعض الجوانب العمليه اللي ممكن يستفيد بيها، منها مثلا دور الانسان. فدور الانسان هو الحفاظ على الخليقه. فلو بصينا في تكوين واحد هنلاقي الآية بتقول وباركهما الله وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوها تسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وبالتالي أنا نقلت المسؤولية من إن هي مسؤولية حكومة أو مسؤولية هيئة أو مسؤولية منظمة لمسؤولية فرد. وزي ما كل السيشنز اللي قبل كده كانت بتتكلم ان المسؤولية الصغيرة او الجانب الصغير ده هيفرق فرق كبير. كمان الكنيسة برضو عليها دور او توصيل الدور ده اللي هو توصيل فكرة القداسة.
فكرة القداسة احنا دايما نتكلم عليها في الكنيسة من القداسة الروحية، ابتعد عن الخطية، وان كان ده الفكر اللي كلنا متربيين عليه ومتعلمينه، وان كان ده فكر مظبوط جدا، لكن ليها جانب تاني هنلاقيه في افكارنا وفي بالنا، هو القداسة المادية. ما انا لو كسرت حاجة في الشارع ما دي ضد القداسة، ما دي خطية، تمام؟ يبقى انا لو رميت مخلفات في على سلم العماره، هي خرجت من عندي من البيت، لكن برضو ما زالت بتاثر عليا، وده كده ضد القداسه. لو رميتها في الشارع هكذا. وده ينقلنا اكتر لفكره ذوقا صالحا ومعرفه علمني. انا محتاج اكون بتعامل بقداسه مع البيئه المحيطه حواليا، الحيوانات اللي في الشارع، يمكن الناس الأقل مثلا في التعليم أو الحاجات دي كلها، محتاج أن أنا أكون بتحرك معاها بشكل القداسة. كمان يعني عشان الوقت أتحرك بسرعة، العمل المجتمعي، أني أبتدي أنا كإنسان أتحرك في عمل مجتمعي في اتجاه البيئة، أكون بحضر أنشطة، بنطلق في مبادرات، بحافظ على الخليقة، بدرك مفهوم القداسة باعتبار أن الطبيعة دي إبداع إلهي. يعني هي مش حاجة أنا وجدت نفسي فيها، لكن ده إبداع إلهي. أنا مسؤوليتي كشخص مؤمن أعرف المسيح أو متمتع بخلاص المسيح أن أنا أكون بستمتع بها. كمان النقطة الأخيرة في الجوانب العملية، أن أنا أكون بفكر بروح العدالة. ما أنا لو استهلكت البيئة كلها النهاردة، الأجيال اللي جاية بعدي هتلاقي إيه؟ مش هتلاقي إلا تلوث، مش هتلاقي إلا مخلفات. فعلي ان انا اكون بفكر بفكره العداله الاجتماعيه، ان انا ما اكون ببعد على الانانيه، واكون بشوف المسؤوليه البيئيه اللي محطوطه عليا. طب ايه دور الكنيسه؟ بسرعه اقوله، اولا التوعيه. دور الكنيسه بشكل كبير ان هي تكون بتوعي الافراد نتيجه تطوير تفكيرهم وتوضيح السلوكيات السلبيه، وابتدي اوعيهم. يعني انا ما افتكرش انا سمعت في الكنيسه قبل كده اللي هو ما ترميش الزبالة، ممكن يكون سمعتها في المدرسة، بس جميل ان يكون دور الكنيسة ان هي تكون بتنقل هذا الفكر ده. كمان ان هي تكون بتحافظ او بتشكل في الموجودين في الكنيسة علشان يحافظوا على الموارد الطبيعية، وتعكس القداسة والاحترام والعناية بالخليقة. كمان تكون بتشجع على المسؤولية الشخصية، وتكون بتعلم وبتضع مناهج ناحية العناية بالبيئة، وكمان بتنظم فعاليات زي اللي احنا موجودين فيها النهاردة، تكون من خلال الكنيسة بتشجع على الاستدامة البيئية. آخر النقط، المجتمع البيئي ودور الكنيسة. المجتمع البيئي هو التواصل بين الإنسان والطبيعة والحياة المستدامة. ما هو الإنسان طول ما هو عايش هو دايما هيكون مستهلك موارد البيئة وإمكانياتها، وعلى هذا لازم يحط في اعتباره احترام وحماية البيئة. ولازم ناخد بالنا أن الكنيسة هي جزء حيوي من البيئة الاجتماعية. الكنيسة موجودة في المجتمع كمؤسسة بتعمل وتدعو وترعى، بل وتدفع الإنسان للصالح في المجتمع يعني. وبالتالي دور الكنيسة برضو يكون المساهمة في السياسات والقرارات. أنا يمكن هقراهم كنقط علشان الوقت يعني سحب مني شوية. وتعزيز الوعي، إن هي تكون بتستمر في الوعي، التعليم والتثقيف للحاضرين أو للموجودين من الكنيسة، المشاركة المجتمعية، وده بيحصل في أيامنا دي. يعني كذا كنيسة ابتدت تتحرك في مبادرات بيئية ومجتمعية. التأثير الروحي واستخدام القيم والمبادئ الروحية أو الدينية، وإحنا مجتمع بيسهل في التحريك من هذا الجانب. التأثير الثقافي، وده أمر جانب، وده جانب مهم جداً، إني لو أنا ثقفت الشعب اللي عندي في الكنيسة هيكون ليه مردود رائع جداً على البيئة. التواصل والتعاون مع أفراد المجتمع، التحفيز والإلهام، إن أنا أبتدي أدي للناس عندي ولا سيما الشباب والأطفال الأمثلة الإيجابية للحفاظ على البيئة. المساهمة في المشاريع البيئية، الدعم الروحي والنفسي، لأن كم التأثير
الروحي والنفسي على البيئة. لو أنا مبسوط ومستمتع ومحب للحياة هيكون أثري على البيئة مفيد ومغير. كمان التفكير بالأجيال القادمة، ده دور المجتمع ودور الكنيسة مهم جدا في التفكير للأجيال القادمة. الخاتمة أنا حبيت أحطها كده وأقرأها لكم، أنه يكمن دور الكنيسة في السعي الجاد لتحفيز المجتمع ليكون شريكا فعالا في الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوكيات المسؤولة نحو الطبيعة التي نعيش فيها، لتساهم هذه الجهود في بناء مجتمعات مسؤولة بيئيا، البيئة مسؤوليتنا، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. بعض التوصيات السريعة، أن يكون عندي فهم شامل لوجهات النظر البيئية لغير المتخصصين، أقدم التوعية الدعم والتوعية للأفراد لفهم مسؤوليتهم الشخصية تجاه البيئة، إدراك الجوانب المختلفة لمفهوم القداسة، وده لدفع مفاهيمهم للحفاظ على البيئة، التشكيل والتوعية لمراعاة العدالة للحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، حث الكنائس على تنفيذ مبادرات مجتمعية في مجالات البيئة من حيث الإصلاح والحماية والتطوير، دعم الإبداع البيئي وتطويره من خلال تفعيل دور الكنيسة مع المجتمع البيئي، بناء الأفكار البيئية ومفهوم الحفاظ على البيئة وحمايتها منذ الطفولة. يعني نشكر ربنا من أجل المدارس اللي قد تكون ذراع قوي للكنيسة إن هي تربي ده في الأطفال. كمان زيادة الندوات والأحداث الثقافية للشباب الناشئ كخدمة مجتمعية عملية لحثهم على مراعاة الجوانب البيئية. دي كانت المراجع اللي تم استخدامها في البحث، وشكرا لحضراتكم جدا. شكرا دكتور مينا. الحقيقة الورقة غنية جدا ومليانة الحقيقة بأفكار يهمنا كقادة في الكنيسة ان احنا ننظر ليها بنظرة عميقة. يعني الموضوع محتاج شوية وقت مننا ان احنا نراجع الافكار دي كلها. والحقيقة طبعا في نهاية المؤتمر احنا مفروض بيبقى عندنا جلسة يعني لاحقة، لان احنا ممكن وقت مؤتمر موضوعاته كتير ووقته طول عليكم، لكن احنا طبعا بنبقى بنقعد جلسة تانية كده مكملة نكتب في التوصيات، ودي بتوصلكم ان شاء الله تقدروا ان انتوا كمان تقولوا احنا معاكم في المبادرات دي، احنا مكملين، احنا اشخاص متطوعين هندي قد كذا من ساعتنا ووقتنا علشان نساهم في البرنامج ده او في المبادرة دي او في المشروع ده. ولا سيما الجزئية الخاصة بالشباب والنشأ يعني مهم جدا، لو حد مهتم قوي بوضع مناهج توعوية بيئية للسن اللي هو سن مدارس أحد وشباب ناشئ أو حتى لغاية ثانوي، يعني أرجوكم تعالوا تواصلوا معايا، لأن أنا يعني مهتمة جدا بالحتة دي وعايزين نكملها من خلال مركز الكنيسة والمجتمع. بنختم بأخونا الجميل دكتور جورج تاكلا، هو طالب ماجستير بكلية اللاهوت الإنجيلية وعنده ورقة بحثية عنوانها التفسير البيئي للكتاب المقدس، مقاربة شرق أوسطية لمفهوم المعجزة. أنا الحقيقة لما قريت العنوان كده الأول ما فهمتش حاجة خالص، بس يعني مع شيء من الإمعان في الورقة لقيت أنها تحوي مفهوم جيد، وأتمنى له كل التوفيق في العرض. مساء الخير. في البداية أحب أشكركم وأشكر شكر خاص لدكتور شريف دكتورة هناء لأنها ادتني الفرصة لأن أشترك في المؤتمر، وده شرف كبير لي. حقيقة أنا أصغر واحد في الأساتذة وأصغرهم علما سنا، فأنا مش هضيف كتير، بس حابب أشارك بالورقة دي وأحب أعرف أفكاركم وردود أفعالكم للورقة دي. سيبك من العنوان، العنوان صعب، بس احنا الموضوع الورقة البحثية اللي أنا عاوز أقدمه ببساطة هي إن على مستوى القيادات الكنسية وعلى مستوى مجلس الكنائس العالمي على مستوى مؤسسة الدولة فيه اهتمام بالقضايا البيئية، لكن على مستوى رجل الشارع على مستوى الإنسان المسيحي البسيط
في فقر او عدم وجود شغف تجاه هذه القضايا. ده بسبب وجود تحديات اقتصادية، تحديات اجتماعية كبيرة، وفي هذه التحديات أدت الاهتمام بفكرة المعجزة. المعجزات هي حدث فوق طبيعي، ده التعريف الحداثي بتاعها. الفكرة هنا أن أنا بهتم بحاجة مقدسة، المعجزة دي حاجة من عند ربنا. لو لقيت صورة بتنزل زيت، أكيد 100% أنا ههتم بيها عن الشجرة الموجودة عندي تحت البيت. فالفكرة هنا أنا بحاول أعالج المنظور ده لاهوتياً وكتابياً من خلال التفسير البيئي للكتاب المقدس، ecological interpretation. وده الكريتيسيزم ظهر ما بعد حداثي شوي، ده ظهر ما بعد الحداث. الأصل المشكلة فين؟ المشكلة بدأت في الفلسفة الربوبية ديزم، في ودي انتشرت في وقت الحداثة. في الفلسفة دي يتم تشبيه الكون بالساعة. أنا مش لابس ساعة، بس أكيد أنتوا لابسين. الساعة تشتغل لوحدها. ونفس الفكرة، الله يتم تشبيهه بصانع الساعات. فالله خلق الكون بقوانينه الطبيعية التي تسيره بدون الحاجة لدخل مباشر منه. هو عمل زي الساعة، هو تشتغل وحدها. في هذا الإطار، في هذه الفلسفة، عندنا فيلسوف مشهور اسمه ديفيد هيوم، عرف المعجزة بأنها كسر لقوانين الطبيعة. وفي فيلسوف آخر المشهور سبينوزا عرف المعجزة بأنها حدث لا يستطيع العلم أن يفسره، لكن لو العلم اتطور هيفسر الحدث ده بدون أنا أكون محتاج لأن أول الحدث تأويل ما وراء طبيعي، تأويل ميتافيزيق، يعني مش لازم أقول ربنا اتدخل في الموضوع. لا، سبينوزا قالك العلم هيفسره، حتى استنى بس شوية وقت. الفكرة دي، الفلسفة دي أثرت في تفسير الكتاب المقدس. واحد من أشهر مفسرين العهد الجديد اسمه رودلف بولتمان، ده في الألماني، قال كده إن استحالة الموجود المعجزات في زمن العهد الجديد. المعجزة مش بتحصل. طب المعجزات في العهد الجديد نتعامل معها ازاي؟ قال كده، قال احنا لازم ننقي النص من الغشاء الأسطوري او القالب الأسطوري الموجود فيه، لانه اعتبر المعجزات دي اساطير. ثم بعد كده اتفاعل مع النص لاهوتيا وجوديا، وانا بيعتمد على فلسفة هايدجر، واستخلص المعنى اللاهوتي من النص. بس هنا ما فيش معجزات، ما فيش مسيحية، يعني المسيح ما أمش عند بولتمان. المسيح قام وجوديا في عقل التلاميذ، لكن هو ما قامش. التيار المحافظ في تفسير الكتاب المقدس في الحتة دي قال بتاريخية المعجزات، لكن اشترى، ودي كانت الغلطة بالنسبة لي، يعني اشترى التعريف اللي هو ان المعجزة هي حدث فوق طبيعي. والحقيقة ان ديفيد هيوم في كتابه المعجزات قال باستحالة المعجزة، ليه ربنا يحط قوانين وهو بسابق علمه عنده كلية المعرفة، وبعد كده يضطر آسفا لسبب ما هو أكيد عارفه أنه يكسرها. فهنا في أزمة. في قبل الحداثة في رؤية من سميها ما قبل الحداثة، pre-modern. رؤية ما قبل الحداثة أشهر فيلسوف، من أشهر الفلاسفة اتكلموا فيها، هو فيلسوف مسلم اسمه الإمام الغزالي. غزالي قال كل الحاجات، كل الأحداث تحدث من خلال الله. الله لو أنا بستخدم لغة أرسطو هو مش المحرك الأول عند توما الإكويني، لا، هو المحرك بتاع كل الأشياء. كل حاجة بتحصل ربنا هو اللي سببه. وعلى فكرة لسه في بعض الناس في بعض المناطق بيفكروا بالطريقة دي. وفي بعض الآيات تشير إلى هذه الفكرة في الكتاب المقدس. لما نرجع، لما نقرأ في سفر أشعياء، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. كل الأشياء هي من عند الله. في العهد الجديد، إذ ليس الغارز شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. هنا بولس الرسول مش بيعتبر أن النبات لما يكبر ده حدث طبيعي، لا، هو تدخل من الله. فالرؤية ما قبل حدث هي موجودة في الكتاب المقدس. لكن إيه المشكلة هنا؟
المشكله هي ان هنا ما فيش وجود حقيقي او اونتولوجي للطبيعه، هو كل حاجه بتحصل عند ربنا، مفيش حاجه اسمها طبيعه في المنظور ده. تاني حاجه ان الانسان في الحداثه لما فك شفرات القوانين الطبيعه وصغها في الماثماتكس علم الرياضيات، حطها في صياغه، صعب قوي تقول له ان ارجع تاني ان كل حاجه ربنا هو اللي بيعملها. فلو احنا وفي بعض اللاهوتيين حاولوا يوفقوا، فقال لك احنا ناخد منظور ما قبل الحداثي ان الله بيعمل كل حاجه، وبعد كده هاخد التعريف المعجزه اللي هو حدث فوق طبيعي، وكل حاجه بتحصل معانا هي معجزه. التنفس، الهواء اللي انا بتنفسه دي معجزه، لازم استرجع النظره الاعجازيه اللي انا اشوف بيها الحاجات الطبيعيه. الحقيقه حسب ما شفت مع زمايلي ومناقشت معاهم في كذا المنظور ده، المنظور ده صعب ان هو يتهدم، صعب ان احنا نستعمله. الاقتراح بتاعي ان احنا نبص على الكوزمولوجي، على الطبيعه وعلى البيئه، مش من خلال الرؤيه الحدثيه او ما قبل الحداثه، لكن بستعمل حاجه اسمها الرؤيه السرائريه. بنستعمل لفظ لاتيني اسمه ساكرمنتم، نسبه للاهوت السرائري ساكرمنتال ثيولوجي. كلمه ساكرمنتم بتترجم للانجليزيه ساكرمنت، بتترجم للغه العربيه سر، وبتستعمل استعملت في الغرب المسيحي على الاسرار الكنسيه زي المعموديه. وفي الدوائر الانجليزيه بيتم استعمال كلمه فرائض على هذه الاسرار. لكن انا عندي زميلتي الدكتوره جوي عملت بحث رائع، يعني اشارت على اهميه استخدام كلمه اسرار، لان جون كالفن بنفسه استعمل هذه اللفظ. الفكره هنا ايه؟ لما في مائده الرب، لما انا المؤمنين يتشاركوا في الخبز، ده حدث في معنى اعمق، في معنى سرائري اعمق غير اللي ظاهر. الموضوع مش مجرد مشاركه في الخبز، هناك معنى اعمق. انا عاوز اشوف الطبيعه مش مجرد حاجة أنا شايفها، لكن في معنى أعمق، معنى أعمق ببص عليه، بحاول أوصل له. عشان أشرح الموضوع ده أكتر، هدي مثل من خلال مشهد ملاقات ملاك الرب في العهد القديم مع موسى في سفر الخروج. الله كلم موسى من خلال الخليقة، من خلال العليقة. ما كانش الله هو العليقة، دي فلسفة وحدة الوجود اللي هي بانثيزم، أنا مش بقول بيها، لكن أنا بقول الله من خلال الخليقة كلم موسى، والمناسبة بالتجسد أخذ بشريتنا اللي هي المخلوقة وتكلم بيها. فالله يتكلم من خلال الطبيعة، وفي نفس الوقت ربنا طلب من موسى إن هو يخلع النعل بتاعه، لأن الأرض مقدسة. ليه الأرض مقدسة؟ لأن الله حالل فيها. ولو احنا بنؤمن كمسيحيين ان الله حاضر ونحن هيكل الله، الارض اللي انت واقف فيها مقدسه عشان انت حامل حضوره. فلو انا بدور على المعجزه انها حاجه مقدسه، انت اللي بتقدس كل حاجه وانت ماشي بهذا المنظور. تطويل الفكره دي صغيره، طورت اكتر في القرن الثامن عند لاهوتي اسمه ماكسيموس ذا كونفيسر، ماكسيموس المعترف، في القرن الثامن الميلادي. هو بيقول عكس الفيلسوف الفرنسي المشهور جان بول ساتر، هو الفلسفه الوجوديه بتقول ان مفيش كينونه تسبق الوجود، بمعنى ان انا بحدد انا مين، لكن مفيش حاجه سابقه الوجود بتاعي. ودي بتأثر بعد كده في ما بعد الحداثة، أنا اللي بحدد أنا مين. ماكسيموس المعترف بيقول بنظرة أخرى، بيقول إيه؟ إن كل الأشياء خلقها اللوغوس السيد المسيح، دي نقرأ كده في أول أو بداية إنجيل يوحنا. فكل الأشياء بتحمل لوغوس خاص فيها، بيسموها لوجي أوف كرييشن، لوجي الخلق. كل حاجة تحمل معنى وغاية، ده أحد معاني كلمة اللوجوس، وتحمل كلمة. ولو بقول أن الخليقة، البيئة، الطبيعة اللي ربنا خلقها ليها اللوجوس بتاعها، فهي تحمل الكلام عن الله. في آيات بتقول كده،
في مزمور مشهور: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بولس الرسول في رسالة رومي أن الله بيتم إدراكه من خلال المصنوعات. لو أنا عايز أتقابل مع الله من خلال معجزة، طب هو ربنا بيتكلم من خلال الطبيعة، مديني الطبيعة كلها. من يعني من أكتر الكتب اللي أنا بحبها كتاب للأب هنري بولادي لسوعي اسمه بالمادة أصلي. هذا الرجل أشهد أنه كان سابق لعصره. في هذا الكتاب هو بيحاول أن يجد الله في المادة، في الطبيعة، في البيئة. أنا مش محتاج أدور على معجزة. وبيصلي من خلال البيئة، من خلال المية، من خلال الشمس، من خلال الشجر. البيئة بتتكلم. أنا مش محتاج أدور على حاجة بره. أنا محتاج أهتم بحاجة أنا بقدسها، حاجة بتكلمني عن الله، حاجة أنا بصلي بيها. وهو هنا بيطبق تطبيق عملي. كان في قول جميل لأنبا أنطونيوس أب رهبنا في مصر، هو كان شخص أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لكن كان بيقول أن كتابي المقدس هو الطبيعة. كان يخرج ويشوف ويتأمل ويصلي. دي بنسميها في اللاهوت natural theology، اللاهوت الطبيعي، ان انا بستقي اللاهوت من خلال الطبيعه. اخر جزء هلخص فيه البحث بتاعي واحب اقراه معاكم، واحب برضو يعني هعلق فيه بعض الجمل البسيطه فيه. اكل ادم من شجره معرفه الخير والشر، وحتى الآن ما زال جائعا لا يشبع، ما زال يأكل من الطبيعة ويحاول أن يروضها، لكنها تنبت له شوكا وتزيد من مشاكله. أصل المشاكل في موضوع البيئة هو أن الإنسان ساقط، هو بيأكل في الطبيعة، هي انعكاس للحالة الساقطة اللي عايشها الإنسان. وحتى الآن ما زال يبحث عن الألوهة. هو كان بيأكل من شجرة معرفة الخير والشر، بيدور على الألوهة في معجزة تحدث بين الحين والآخر. لكن المسيحية تقدم إله المحبة الأعظم. هذا الإله أحب فخلق، أحب فتكلم من خلال خليقته. كان أعظم كلمة قالها الله هو المسيح. أحب فأعطى نفسه لخليقته. أنا مش محتاج أدور على الله خارج الطبيعة. حيث نقرأ في سفر الرؤيا: من سيغلب سيعطى أن يأكل من شجرة الحياة. والحقيقة المسيح قال هتخرج منه أنهار ماء حي، زي ما في جنة عدن كان بتخرج منها أنهار ماء حي. كيف نبحث عن الله والمقدسات في حدث فوق طبيعي وقد قدس كل ما طبيعي؟ حقيقة كان أبونا نيافة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار، لما كان بيجيله كتاب معجزات ما كانش بيقراه، كان بيحطه على الرف. كان دايما يقول لنا: لو شفت إنسان متواضع أنت شفت معجزة. وهو يتكلم من خلال كل ما هو طبيعي. في الأخير، دي توصية، أنا مش عامل توصيات كتير، يعني هي توصية واحدة، نحتاج إلى التوبة، بمعنى أصل الكلمة اليوناني الذي ذكر في الكتاب المقدس، وهو تجديد الذهن. الكلمة في اليوناني ميتا يعني فوق، نويا، كلمة نويا جاي من كلمة نوس يعني ذهن. فعلينا أن نفكر، نجدد ذهننا، نجدد الرؤية، نعرف أن الطبيعة والبيئة مقدسة، أن الطبيعة تكلمنا عن الله. أنا أحامل الحضور الإلهي، أنا الذي أقدس الطبيعة، مش محتاج حاجة تقدسني. فأنا محتاج أنفذ دعوتي كحافظ وكاهن للخليقة، مش آكل في الخليقة. لو ما زلنا بنأكل إحنا بنعيش سقوطنا، لكن في المسيحية في
في دعوة إن احنا نأكل من شجرة الحياة السيد المسيح. شكرا لحضراتكم وأسف على الإطالة. حقيقة يعني محاضرة لاهوتية جميلة فلسفية راقية. بشكرك جدا يا دكتور جورج، مرسي جدا جدا لحضراتكم، ان انتوا يعني حقيقي انا ببص على وشوشكم شايفاكم في منتهى التركيز ومتابعين معانا لغايه وقت متاخر، لكن الحقيقه يعني الموضوع يستحق الكثير والكثير من الجلسات والمناقشات، وبنركز مره اخرى على التوعيه. فالحقيقه يعني دي الكلمه اللي احنا يعني نكون بنتمركز حولها في الوقت الجاي. احنا كده انهينا مناقشاتنا، يعني شويه كان نفسي يبقى في وقت للمناقشات العامه ونفتح مجال الاسئله، لكن الوقت داهمنا. ف يعني هستاذن دكتور شريف يتفضل علشان نسلم الساده الباحثين شهادات التقدير بتاعتهم، وحقيقي مجهود مشكور جدا جدا في وقت وجيز، يعني تقدمت اوراق حلوه جدا ومحترمه. وادعو اخرين ايضا لو حد فيكم حابب يطرح موضوع ويكتب لنا فيه ويبعته، هنكون ممكن بنعمل زي ملحق نقدمه في البونوغراف الخاص بالمؤتمر. تفضل يا دكتور. استاذن دكتور عبد المسيح ممكن تساعدني؟ دكتور مينا دانيال. دكتورة من حطب. دكتور جورج. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. بشكر الدكتورة هناء مقررة المؤتمر، وبشكر فريق العمل أمير وسيلفيا ودينا، وبشكر سات سيفن على صبرهم معانا وطول الوقت، وبشكر حضراتكم لأنه فعلا أنا عارف المواضيع يعني ثقيلة علمية شوية، لكن شكرا لحضراتكم فعلا ولفظكم الطويل. أستأذن أسيس فكري رفعت فكري يجي يختم لنا بالصلاة، وبعديها نتشرف إن احنا ناخد شركة مع بعضينا تحت في المطعم. أرجو أن نقف جميعا للصلاة. شكرا لك يا رب من كل القلب، شكرا لأنك الخالق الأعظم، نشكرك من أجل الخليقة الجميلة التي خلقتها بيديك. رأيت يا رب أن كل شيء هو حسن جدا، ائتمنتنا على هذه الخليقة، ساعدنا لكي ما نكون أمناء، وساعدنا رب لكي ما نستمع لصوتك الذي يتحدث إلينا من خلال الكون. فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. ساعدنا لكي ما ننصت لهذا الصوت، وساعدنا لكي ما نقوم بمهمتنا المقدسة، ساعدنا لكي ما نكون نورا لهذا العالم وملحا للأرض. بشكرك من أجل المركز، من أجل القائمين عليه، بشكرك من أجل كل ما تعلمناه في هذا اليوم، بشكرك من أجل كلية اللاهوت ومن أجل خدمتها ومن أجل رسالتها. اسمعنا يا أبانا عندما ندعوك بدلة البنوة قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تكليف. أنا حابب بس أقول لحضراتكم إن الشنطة دي مش هدية، الشنطة دي عشان نجيب فيها الحاجات ونوفر البلاستيك. أنا بتكلم جد.
فاستاذنكم استعملوها. الفرد في مصر بيستعمل كل سنة 87 كيلو بلاستيك، فخلونا نكون أصدقاء للبيئة بقدر الإمكان. شكرا لكم.